سدس البطولة انقضى وسادس الجولات حل بحال وأحوال لفرق بدأت كما يجب وأخرى انطلقت وعن أسئلة الأنصار لم تجب، فظلت التساؤلات طرحا منسيا بمعطيات الأفضل والأسوأ وما بينهما. وما بين خامس الجولات والسادس الصولات اقتراحات خماسية اليوم، الشباب العريق المتعب بضبابية إدارية المتحدي للصعوبات المتعدي بملعبه يستقبل الأولمبي الطامح المترنح النتائج. شباب منطقيا لا يزال في فترة الإعداد البدني ما يبرر تخوف شريف الوزاني، وأولمبي في مسار البحث عن الحظ والكرة حظوظ أيضا، بين فريق في المرتبة الأخيرة سجل 4 أهداف تلقى 7 وله نقطتين من فوز وتعادلين، لا منطقة في الحساب بحكم خسارته التاريخية على البساط. على بساطه فريق التطري خسر مرتين، تعادل مرة، فاز وخسر مرة خارج ملعبه. أولمبي المدية في أسوأ انطلاقة منذ مواسم يبحث عن التوفيق والحظ. الموب ثابت الخطى بفوزين تعادلين لم يعرف الخسارة، والنصر بنفس المعطيات لكن بخسارة واحدة، يشتركان في النقاط 8 والفائز بينهما سيعرف الصدارة المؤقتة، متقاربان هجوميا ومتساويان دفاعيا. رفقاء قادري سجلوا سداسية في 4 مباريات، ورفقاء جاسمي اكتفوا بثلاثية في 5 مواعيد، وفي المواعيد سفر حمراوي لمولودية وهران نحو بلوغي لملاقاة رفقاء نعيجي والاسم أتلتيك بارادو، قاسمهما فوز وحيد فارقهما مرتبة لصالح المستضيف وناقص هدفين للحمراوة زائد هدفين للمدرسة مع تسجيل فوز أبناء الراحل بادو زكي بعد رحيله. رفقاء صاحب الهدفين ناجي تعادلوا مرتين ومثلها انهزموا، ورفقاء المدافع بوعطة انهزموا أمام الكناري تعادلوا مرات 3 وفازوا مرة. فريق لم يفز واحد وحيد رغم الإقناع في البدايات، الأهلي البريجي تعادل 3 مرات واستسلم مرتين، اختار الثبات الفني بخوزي ماريا بحثا عن الاستقرار، يسافر هذه المرة نحو بشار لملاقاة فريق فاز مرتين تعادل ثم انهزم مرتين، شبيبة الصورة الباحثة عن الإقلاع تملك واحدا من أهم الدفاعات لحد الساعة رفقة شباب قسنطينة وشبيبة القبائل. الحكايات الخمس انتظرناها وشهريار لم يقل الحكاية، فالكلاسيكو حديث البطولة بطلت قصصه بالويكلو، عقوبة المولودية لم تأتي في وقتها، ورفيق صيفي عاد في وقته مع عودة النتائج، فوزان تعادلان وهزيمة نقاط 8، وفي المزاد مقابلة الصدارة أمام الضيف الكناري. شبيبة القبائل وصيف الترتيب لأول مرة من زمان بعد جولات الافتتاح بتعادلات 3 وفوزين لم يعرف الخسارة وبعد. دوما كلمة السر بتركيبة شابة قد يعرف شفرتها المستضيف، وقد يتربع الكناري وقد يتعادلان، فكم من مرة التقيا وكم سيلتقيان، وفي غياب نقاش سيعود بخنشوش ويغيب الجمهور والفرجة والمناصرة بسبب الإنذارات، وقد أعذر من أنذر. وأنت أبدعت أيضا يا شوماني بلغة الأرقام وبالتحاليل أيضا، وشوقتنا لمباراة هذا السبت بإذن الله. مسك الختام لك سي مصطفى صباح. شكرا على الاستضافة، شكرا على الاستضافة، أتمنى